لموضوع فيتامين د والشمس. في مفاهيم كتير خاطئة عن هذا الموضوع. خلينا نحكي أول شيء عن فيتامين د. فيتامين د هو الفيتامين المسؤول عن تحفيز بناء العظام عن طريق شغل معين مع الكالسيوم. هلأ إحنا عشان يتحفز هذا ويشتغل بدنا نتعرض لأشعة الشمس أقل إشي نص ساعة. خلينا نحكي حقيقة واقعية إنه الإنسان كل يوم بحاجة لـ400 وحدة دولية آي يونت من فيتامين د يوميا. أنت لما تتعرض للشمس أنت خلال نص ساعة بتعطيك 10,000 وحدة. أنت بتحكي عن إيش؟ عن إشي بكفيك لأسبوع كامل. طيب في مفهوم خاطئ عن موضوع أي وقت إحنا اللي هو نتعرض فيه للشمس. ناس بيحكي لك الصبح، ناس بيحكي لك بعد العصر. لا، هو خطأ. أحسن وقت إنه الواحد يتعرض فيه للشمس هو شمس ما قبل الظهيرة، اللي هي العمودية، بتكون الشمس عمودية. هلأ هاي بكون في عندي أشعة معينة موجودة بتحفز فيتامين د إنه يطلع أحسن من أي أوقات تانية. فتتخيل قعدت لك بهالحديقة نص ساعة قبل الظهيرة، نحكي الساعة 11، الساعة 11 نص ساعة 10، واخذت لك هالنص ساعة هاي تعرض فيها للشمس، أنت عطتك 10,000 وحدة دولية تحفيز للفيتامين د.